تحياتي لكم. الآن ستة اليوم سبعة ستة 2022 وحنا أمام مسجد رأس الماء كما يتقال بالمرسى. السلام عليكم. السلام عليكم. إذا كان ممكن الاسم الكريم؟ كلمو أحمد. كلمو أحمد. الاسم الكريم؟ البكاوي البكاي. السي البكاوي البكاي. الأخ الاسم الكريم؟ اليماني بالخير. اليماني بالفقيه. بالفقيه. بالخير. بالخير. اليماني بالخير. تبارك الله عليكم. أنتم الناس أعضاء ديال اللجنة. نعم. المسجد. غادي نبداو بالسي أحمد. نعم. السي أحمد شنو هو المشكل اللي كيتعاني به هنا أمام المسجد؟ المسجد اللي كيوقع الأستاذ ديالنا فين ما كاين الكروشار يجيو ينعسوا على الباب تاع المسجد. كنجيو مع الفجر ونصليو الفجر. ما باش نحل المسجد ما قدرتش نحلوها. الا سبب هكا هذا الشيء راه ما بقاش المسجد تحل مع الفجر. هذا هو المقصود. اذا المشكل هما كاين الناس هنا اللي كيجيو الشماكريه اولا نعم. والناس ديال الفساد وديال الليواط وكيباتوا هنا نساو الرجال نعم. وكيجيبوا البزوز ديالهم هادي واحد 70 توقيع حوالي 70 توقيع من الساكنه ديال راس الماء 70 توقيع من الساكنه ديال راس الماء. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ممكن شي اضافه؟ انا اسمي ديال البكاوي. السي البكاوي مرحبا. البكاوي البكاي. حنا كنطلب وحده كنطلب من السلطه المحليه غادي تقوم بهذا العمل. كنشكر مازال السلطه غادي تقوم مازال هذا العمل والله يجعل البركه. ماشي غادي نبقاو هنايا ما نجموش نخرجوا بالدار ديالنا وما نمشيوش للجامع ما نقدوش نمشيو للجامع كنخافوا في الليل وباش نمشيو للمرسى ما نقدوش نمشيو دار واحد السيد في 11 ديال الليل كشوف هنا شنو كيوقع هنا عند الباب ديال الجامع نساو الرجال فساد والشراب والكيف كلشي كيتبع هنايا وكنطلب السلطه والدرك الملكي والرئيس يدخل في هذا الشيء يقوموا بالواجب ديالهم يقوموا بالواجبات ديالهم هذه كنطلب الاخر. مرحبا. اليماني بالخير رئيس جمعية أفضل مراكز الساحلي. حنا كنطلبوا لأن العام الفايت كانت غير ظاهرة ولكن كانت قليلة ولكن هذه السنة الظاهرة بكثيفة. مع الشنكارة شادين لا في الميناء كيستغلوا السرقة ديال السمك والتخويض والتخربيق والهجوم وكيتليوها عند الجامع كينعسوا كينعسوا من ديك المصيبة كاين سيليسيون وكاين جميع مدمنين كيجيو كيناسو خاصة كيجيبو النساء وهاد النساء حنا ما عرفناش هاد المشكل منين جات الظاهرة الظاهرة ما عمرنا شفناها وماشي ديال التقاليد ديال كبدانا ما عمرنا شفنا هاد الشيء ولهذا كنطلبوا من المعنيين بالأمر يقوموا بالواجب. السلام عليكم. السلام عليكم. إذا أيها النظر الكرام بحال اللي كتشوفوا حنا أمام المسجد هذه اللجنة ديال المسجد كتشكل مجموعة ديال المشاكل اللي كان من المفروض باش السلطات المحليه وكذلك الدرك الملكي باش يقوم بالواجب ديالو ويدير دوريات يوميه في كل ساعه باش يحمي واحد المواطن بالليل خاصه بالليل لان كما يقولوا الفساد الليواط الشفاره السرقه جميع المشاكل كاينين هنا. والبارح البارح البارح جا عندنا واحد السيد كيسكن هنايا ساكن هنا من مدينه وجده قال لك من 11 حتى 3 الصباح حنا الموسيقى والكيف كيتباع والحشيش وكل شيء اللي هي قدام ما خلاوناش نعسو قال لي غادي نمشي بحالي لوجده ومع ما نولي كبدولو. السيد مازال هنا كيسكن اذا نتمناو المسؤولين باش يحلوا هذا المشكل ونتمناو الدرك الملكي كذلك باش يقوم بالواجب ديالو واذا كان عندهم بيرسونيل قليل يطلبوا من هذا المنبر السيد كولونيل الماجور بحال اللي كنعرفوه شخصيا وكنعرفوا انه انسان ما كيبغيش المشاكل بحال هادو باش يحاول يزيد في الفيكتيف ولا يدعم هاد الناس اذا كانوا قلال. الله يحسن العون. هما 11 واحد ولا 12 واحد وحتى الاداره ديالهم مع الاسف الشديد كانها اسطبل ديال الزوايل. كيفاش بغيت هاد الناس غادي يخدموا اذا ما قمتوش اذا ما انتم ما عاونتوهمش مسؤولين اذا ما قمتوش وعاونتوهم ما غاديش يخدموا غادي نشوفوا اكثر واكثر واكثر هنا في قابوياوا لدرجه ان قابوياوا غادي الناس يبقاو يهربوا منها. اذا اخر كلمه نعم سيدي كون غادي يزيدوا واحد العدد كون غادي يزيدوا راه الفساد ها النساء حنا كنطلبوا السيد الباشا يقوم بهذا العمل والدرك الملكي والرئيس يقوموا بهذا العمل. نعم سيدي اخي الكلام حنا كنطلبوا من السلطات المحليه يقوموا بالعمل وخاصه في هذه الثلاث شهور ديال الصيف مع الحمد لله ديبان محلولين ديال عبر الميناء طنجة بنينصار باش كلهم الضيوف كيدخلوا عندنا باش يشوفوا لنا هذا الشيء راه شي حاجه ماشي شي حاجه صغيره. يجيو لنا الزوار باش يفرحوا بينا ماشي يجيو يجيبوا السكاره
الى هذا الشيء راه واحد ما غادي تكون عندنا لا اثير لها. اذا شكرا كما قال اخر زمان كان نشوفوا اللواط والفساد بباب المسجد، الله يسعدكم الاولاد بباب المسجد. اذا الى اللقاء، تحياتي لكم.